لست في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفع لي أنني قد عشت تخفي عن الناس ثناء طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك تخفي وكل ما في الكون من صنعتك فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها تقربت يا ربي ما بيننا تقربت يا بيننا مسافة البعد على قدرها يا عالم الأسرار يا علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين يا عالم الأسرار عن البائسين يا الله محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم.
مع كلمة لفضيلة الشيخ يحيى أبو بكر الملا، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هيبة هذه المشاهد وهذه الآثار تعقد لسان المتكلم أن يتكلم، وماذا يقول ونحن في شهر كريم وفي ليلة كريمة ومع آثار عظيمة مع الحبيب المصطفى صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. لقد ذكر الأخ الدكتور أحمد الخزرجي بعض خصائص هذه الشعرات الشريفة التي شهدها بنفسه، فهنيئاً له ولأسرته ولبلده بهذه الآثار التي كان ابن سيرين يقول: والله لو عندي شعرة واحدة لكان خيراً لي من الدنيا وما فيها. وقيل أن القائل هو عبيدة عندما قال له ابن سيرين: إن عندي شعراً عن وصل إليه من أهل أنس بن مالك، فكيف بمن لديه كل هذه الآثار؟ فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على هذه المنة. حضرنا مجلس الأنصار في ليلة 23 من رمضان، وسمعنا مدح الحبيب، وشاهدنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبركنا بشرب ماء غسيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي نعمة نحن فيها، وأي مزية نحن فيها. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك سر القبول في هذه الليلة المباركة، وأن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين قاطبة، وأن يجمع شملهم، وأن يقينا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة من فضيلة الشيخ راشد المريخي حول الآثار النبوية وفضل التبرك فيها، فليتفضل مشكورا. لك الحمد يا رب العالمين، ظهرتنا آلاؤك وغمرتنا نعماؤك وفاضت علينا خيراتك، فنحن جميعا عبيد إحسانك وصنايع معروفك. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء دونك. أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا تفنيه تداول الأوقات ولا تهنه السنون. كل المخلوقات تحت قهر عظمته اذكروا الله،
كل المخلوقات تحت قهر عظمته، وأمره بين الكاف والنون، وأمره بين الكاف والنون، له السماوات بشمسها وقمرها ونجومها وأبراجها وأفلاكها وأحلاكها، وله الأرضون بجبالها وأوديتها وأنهارها وثمارها وخيراتها وإنسيها وجنيها. ملائكة السماوات خدامك، وملوك الأرض المتوجون عبيدك. سبحانك سبحانك، ما أدق نظامك وما أعلى شانك وما أعظم بنيانك. سبحانك يا ربي، من أين للوردة شذاها وحسنها وبهاها وحسنها وبهاها يا حامد؟ تنمو في حرارة الشمس وتتفتح على ضوء القمر وتترعرع في سجسج النسيم. الورد الذي هو خد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا ربي، من أين للعين هذه نورها وضياؤها وهي نقطة سوداء على سطح الماء؟ تباركت يا مخرج الخضراء من الغبراء، ويا خالق العدم من طين وماء، أعجزت جميع خلقك في بديع صنعك، بل أعجزتهم في أنفسهم، وفي أنفسهم أفلا يبصرون؟ سبحانك يا ربي، أتخفى وهذا الكون عنك يبرهن؟ أتخفى يا ربي وهذا الكون عنك يبرهن؟ فإنك منشيه وأنت المكون. خلقت للاستدلال عيسى بلا أب، وآدم من طين، وحواء أبين. ما لقلبي عن المدينة صبر، ما لقلبي المدينة هنا القبة الخضراء، ما لقلبي عن المدينة صبر، إن فيها محمدا والآلاء. ما لقلبي عن المدينة صبر، إن فيها مآثرا وخلالا، وبها شامخ يحب نبيا جبل يحب النبي، وبها شامخ يحب نبيا صال من فوقه الأبات وجالا. جبل أحد، هذا الجبل الأحد يحب النبي بشهادة النبي، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: جبل أحد يحبنا ونحبه. ثم أعطاه المرتبة جبل أحد في الجنة، وكان عليه من؟ كان عليه محمد رسول الله، والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم وزراء النبي الأربعة، من كان يعلم بأن الله خالقه فلا يقولن في الصديق بهتانا، ولا يسب أبا بكر ولا عمر ولا الخليفة عثمان بن عفانا ولا عليا أبا السبطين، نعم الفتى أوصى به الله في سر وإعلانا. وبهذا القدر أكتفي. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. مع فضيلة الشيخ والقاضي الذي أفاد البلاد والعباد منذ 30 عاماً في هذا البلد الطيب، نسمع منه كلمة. فضيلة الشيخ مجذوب علي عيسى فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا وغرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله. وبعد، فإن قيل فيما أنتم الآن؟ قلنا نحن في احتفال جامع بأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بها أصحابه قبل أن نحتفل بها نحن، وعرف قدرها من هم أفضل منا، عرف قدرها أولئك النفر الذين دخلوا في الإسلام قبلنا، والذين خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجسادهم وأرواحهم، خالطوه في حياته العادية، خالطوه وجالسوه وآكلوه وآنسوه وأنسوا به في حالي الحرب والسلم. كان ملاذهم وملجأهم سيد الناس كل الناس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا بهذا الشرع العظيم الخاتم لما سبقه من الشرائع. والذي نلنا منه ما نلنا، وبه كنا ما كنا، كنا به أشرف الأمم، وكنا به أفضل الخلق، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنا خير أمة أخرجت للناس بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قلت لكم أن أصحابه صحبوه وأخذوا منه هذا الإسلام كاملاً مكملاً نصاً وروحاً قولاً وعملاً، ولكنهم لم يكتفوا بهذا، بل تتبعوا آثار رسول الله، وهذا ما نحتفل به نحن اليوم. وإن كان البعض لا يرى هذا، أو بعض من أعمى الله أبصارهم وبصائرهم قد ينتقد هذا، ولكنه فعل أصحاب رسول الله، بل هو سنة رسول الله
أصحاب رسول الله كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم حرباً وسلماً. أول معركة في الإسلام نعرفها جميعاً معركة بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يسوي الصفوف، وكان هناك رجل يقال له سواد بن غزية منفلتاً من الصف بعض الشيء، ورسول الله في يده عود صغير يسوي به الصفوف، فطعنه في بطنه وقال استوي يا سواد. قال يا رسول الله ألمتني أقدني؟ رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وقال له خذ حقك أو ما معناه، فما كان من الرجل إلا أن أكب على بطن رسول الله يقبلها. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله إنا في موقف كما ترى، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك التصاق جسدي بجسدي. أليس هذا من الآثار؟ هذا أثر في حال الحرب، أما آثار السلم فحدث عنها ولا حرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيت أم سليم الصحابية الجليلة فينام صلوات الله وسلامه عليه على فراشها، سواء كانت في البيت أو خارج البيت. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنام على فراشها وعرق على هذا الفراش. لما جاءت أم سليم وجدت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القطعة من القماش فأخذتها تعصرها، فلما أفاق رسول الله قال لها ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نتبرك به لصبياننا. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ نعم ما صنعت أو أحسنت. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي تبركت بعرق رسول الله وادخرته. هناك امرأة أكبر وأعظم منها هي أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحتفظ بشعرات من شعر رسول الله كما يحتفظ الأخ الدكتور أحمد وأسلافه بشعر رسول الله. هذه أم سليم كانت تحتفظ بشعرات من شعر رسول الله في قارورة لها، فما يكاد أحد يمرض ولا تصيبه عين حتى يبعث إليها بالماء لتضع فيه هذه الشعرات، فتضع أم سليم هذه الشعرات في الماء فيشربها المريض فيشفى أو ذا العين فيفرج الله عنه. هذه أم المؤمنين، أليس هناك أحد أعرف ولا أدرى بأحوال رسول الله من أمهات المؤمنين؟ أم سليم تأتي أمرا منكرا، تأتي أمرا مبتدعا، يشرب منه الإنسان
إذا ذهب الحاج إلى الحج أو ذهب المعتمر إلى العمرة يقولون له كفاك ذلك، كأنهم يصدون الناس عن رسول الله. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية لم تغيد المجيء بحياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتحاقه بالرفيق الأعلى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره وفي مقامه حياة أكمل من حياة الشهداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فإذا كان هؤلاء الذين نالوا الشهادة برسول الله أحياء، كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولولاه ما نالوا هذه الدرجة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أكثم بن صيفي قالوا لما سمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه، بعد أن علم من أمر رسول الله ما علم، وأرسل الرجلين ليسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا. هذا أكثم حكيم، أراد أن يأتي رسول الله. قالوا: أنت زعيمنا وكبيرنا، لا ينبغي أن تخف إلى الرجل، فإن كان ولا بد فابعث من يبلغه عنك ويبلغك عنه. فأتي برجلين أوصاهما أكثم، قال: إذا أتيتما إلى الرجل فقولا له من أنت وما أنت. سؤال من شقين فقط: من أنت وما أنت. جاء الرجلان وقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يقول لك من أنت وما أنت. سؤال حكيم إلى من؟ إلى سيد الحكماء وإلى إمام الحكماء وإلى زعيم الحكماء. فهم الرسول ما أراد، قال لهم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، يعني لم يفتخر بآبائه ولا أجداده ولا أنسابه كما يفعل بعض الناس. لا، هذه الأحساب وهذه الأنساب إن لم يصحبها إيمان وعمل فلا قيمة ولا وزن لها عند الله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أكمل الدرجات وجعله إمام الأنبياء والمرسلين لم يفتخر بنسبه، قال: أنا محمد بن عبد الله. وأما ما أنا، ما حقيقتي وما دعوتي، فاسمعها مني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: ردد علينا حتى نحفظ. فردد عليهم الآية: إن الله يأمر بالإحسان. فانطلق إلى أكثم، قال: إن الرجل قد أخفى فينا نسبه، يعني سيدنا محمد أخفى نسبه في القوم، وألقى إلينا بكلمات فاسمعهن. وتلي الآيات، تلي الآية على أكثم، قال أكثم: إن هذا الأمر حق، فكونوا فيه أولا ولا تكونوا فيه أخرا، وكونوا فيه رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. ثم شد الرحال ليأتي إلى مكة ليسلم على يدي رسول الله، فأدركه الموت. أنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
والآية منطبقة الآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ودليلي على ذلك ما قصه وذكره أخونا الفاضل الدكتور أحمد من أن هذه الشعرة لا تمسها النار. كيف تمس النار شعرة رسول الله؟ هذا أمر في غاية الاستحالة. هذه الشعرة تنمو، والنماء لا يكون إلا لحي، فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره فأجزاؤه التي خرجت منه حية 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 بحياة رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. والسلام عليكم ورحمة الله. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقاً ويقيني، حب النبي والآل ديني ومذهبي حقاً ويقيني، وعمدتي في كل حين أعيني دوماً، فإني لا أضاء الشمس بعض من ضياه، والبدر كل في معناه تاه، لم يدركوا ذاك المقام. حب النبي يا نبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني، وعمدتي في كل ملجا الخائف المسكين، هاي ويا أهل البيت يا عماد الدين، يا ملجا الخائف المسكين، مددكم يا أهل التمكين، مستنجد فيكم حاشا يضام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني، وعمدتي في كل حين دوما، فإني لا أضام. يا أهل البيت حسبنا عليك، يا رجال الله أرق لديكم، يا أهل البيت حسبنا عليكم، يا رجال الله أرق لديكم، لاحظونا برمش عينيكم، نحن لخدامكم أهدي صلاتي مع السلام إلى النبي الهادي الديهام، أهدي صلاتي مع السلام إلى النبي الهادي الديهام والآل وصحبه.